كريمه الفرن، جبت 5 كوبايات من لبن كامل الدسم، طعمتهم فانيليا وزبده او قشطه وكريم شانتيه باودر وكوبايه سكر، يغلوا معايا هربطهم بالنشا يا حسني اللي هحله دلوقتي. وبعد كده بجيب 2 معلقة من النشا بحلهم بنص كوبايه ميه ساقعه، بنص كوبايه ميه ساقعه احلهم كويس، واطفي النار اللي انا مش عايزها دي. اللبن بدا يغلي، واجيب الطاجن اللي انا هصب فيه برضو وهدلها برضو كريم شانتيه يا حسني. دوبت 2 معلقة من النشا في نص كوبايه ميه ساقعه، خد بالك من التركه دي اهو، دوبت 2 معلقة من النشا في نص كوبايه وهو بيغلي كده، خد بالك من التركب عشان تشوف الكثافه بتاعه المهلبيه عايزاها تقيله ولا خفيفه. وهو بيغلي هتنزل سرسوب خفيف مع الخفق المستمر، هيبدا يتقل في ايدك، خد بالك ما تنساش ان الميه ساقعه بتاعه النشا هيبدا يتقل في ايدك وانت بتقلب بالمضرب السلكي، هتعرف الكثافه بتاعتك يا جمالك يا حسني يا تركاتك. تقليب مستمر، بدأت تتقل، عايزاها خفيفة خلاص ستوب، عايزاها تقيلة زودي زي ما انت عايزة، انت اللي بتعملي لعيالك. وطعمتيها بالكريم شانتيه عشان لما يخش الفرن المهلبية تاخد جراتان، ولسه التركة بتاع شيف حسن هنديها شوية من الكريم من سكر البودرة عشان تربط معاك. تعالى بص يا عم، خلصنا اهو 2 معلقة، بص قلب اهو، اهم حاجة القلبان ده، تعالى وانا اصبه بقى يا حسني تشوفه بعد ما قلب كده يا جمالك يا حسني، اخده عشان اصبه. الطاجن بتاعي اهو، تعالى شوف الكثافه بتاعتك يا حسني، تعالى كده العرق بتاعه والعود بتاعه يا جمالك يا حسني يا تفاصيلك. واخلي شويه للصغير، وشويه سكر بودره عليه قبل ما يجمد، خدي بالك من التركه دي. وكمان انا مديله الزبده ومديله كريم شانتيه عشان يعمل جراتان، بص شويه سكر بودره كده يا عم حسني عشان سر الجراتان، اخد خش الفرن ياخد جراتان، دي مهلبيه الفرن او كريمه الفرن.